أسقطت قوات التحالف العربي طائرة بدون طيار مسير أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة جازان السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن التركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. وأضاف إن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل. تمكنت قوات الجيش والمقاومة في مختلف جبهات شمال غرب الضالع من صد وكسر محاولات متعددة لزحوف ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع قوات الجيش والمقاومة في حجر وغرب قعطبة، حيث أقدمت الميليشيات الحوثية بتسلل باتجاه عزل لكم الدوكي والريبي وحبيل الضبة والشغادر بحجر وباب غلق والقفلة شمال شرق مدينة الفاخر بقعطبة، مستغلة بهذه المحاولات نزول المطر، إلا أن كل هذه الزحوف قوبلت بهجمات مضادة قامت بها قوات الجيش والمقاومة تمكنت من إفشالها وكسرها وسقوط عدد من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، ولا زالت جثث البعض منهم مرمية في خط النار خصوصا في وادي قباع والدوحجة لم تستطع الميليشيات سحبها. نفذت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة عند مدخل وادي الفحلوين في مديرية كتاف شرق المحافظة. في السياق ذاته شنت مدفعية قوات الجيش الوطني قصفا مركزا على مواقع وتجمعات الميليشيا فوق سلسلة جبال سحامة الواقعة في محيط مركز مديرية كتاف، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير عربة قتالية للميليشيات. كسرت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، وشنت مجاميع من الميليشيا الحوثية هجوما مباغتا حاولت من خلاله التقدم لاستعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية في مديرية برط العنان شمال المحافظة. وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع بعد أن تم تكبيدها عشرات القتلى والجرحى، فيما لاذ البقية بالفرار، وشرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى تعزيز مواقعها بعشرات العناصر والعتاد عقب الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي. سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الموالية لإيران بين قتيل وجريح جراء هجمات ومحاولات تسلل فاشلة نفذتها الميليشيات في مدينة الحديدة ضمن سلسلة خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية. وقالت مصادر محلية أن مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت أكثر من 22 ما بين قتيل وجريح من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا خلال الساعات الماضية في أعقاب هجمات فاشلة حاولت خلالها اقتحام الأحياء السكنية المجاورة في شارع 50. تتواصل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق السكان وقيامها بقصف واستهداف منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، حيث قصفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في الجبيلة بالقذائف مما أدى إلى احتراق جزء من أحد المنازل، وهو ما يكشف الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. أتلفت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات من الألغام والقذائف الصاروخية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد تفكيكها ونزعها من منطقة المسنة جنوب مدينة الحديدة. وذكر مصدر في الفرق الهندسية أن الفرق تمكنت من تفكيك ونزع كمية الألغام والمتفجرات من منطقة المسنة ليتم تفجيرها في منطقة غليفقة التابعة لمديرية الدريهمي كانت تهدد حياة المواطنين، فيما لا يزال العمل جاريا لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة. وسبق أن أتلفت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات التي تم نزعها من مختلف مناطق محافظة الحديدة.